عليكم البنات، كي دايرين؟ مزيان لاباس عليكم. اليوم جيتكم فيديو جديد ان شاء الله، غادي نشارك معكم كران كيجي مع بريده. راني درت لكم بريده، ودروك البنات غادي نوريكم كيفاش كديروا الكران باش يجيكم مع بريده. راه عرفتي صحي وزين، عرفتي راه معروفه به الجهه الشرقيه، عرفتي اللي ما جاش الوجده وما كلاش بريده ما شربش بريده وكران راه كي والو، راه عرفتي كيجي غزال وسهل التجربه. ودروك البنات غادي نوريكم شنو غادي نحتاجوا. عندنا البنات هنا نص كيلو ديال الطحين ديال كران، هو الطحين ديال الحمص كيكون على هذا الشكل هذا. وغادي ضروري البنات غادي عندنا هاد الصفايه باش نغربلوه، غادي نغربلوه. وعندنا البنات هنايا كاس ديال العنبه ولا ديال الزيت عادي، زيت ديال الدار، زيت المائده. وعندنا جوج بيضات البنات، وعندنا جوج معالق ديال الملحه على حسب المقادير ديالنا. المهم جوج معالق، نتوما لا درتو كثر من هاد المقادير، من هاد الطحين ديال الحمص تزيدوا الملحه وتزيدوا الزيت وتزيدوا البيض. وعندنا البنات جوج لترو ديال الماء عادي، الماء غير بارد عادي. ودروك البنات غادي ننتقلوا نوريكم شنو غادي نديروا. غادي نغربلو البنات الكران ديالنا، الطحين ديال الكران هو الطحين ديال الحمص. راه تجيو عند هنايا موجود في جده، تقول لهم عطيوني الطحين ديال الكران غادي يعطيوه لك. غادي نغربلو هكا، راه ضروري البنات تغربلوه كيكون فيه واحد الحبيبات ديال الحمص باش ما يبقالكمش، باش يجيكم الكران ديالكم زوين ويجي مالس. نغربلو هكا، نغربلو غير بلاتي. وعندنا البنات المول اللي يدخل الفران، نتوما اي مول ديروا اي مول تحتاجوا اللي عندكم ديال بحال هذا ولا ديال الفخار ولا اللي عندكم تديروا به. وغادي نكمل التغربيل ديال الطحين ديالنا هكا، راه كيبقى واحد الحبيبات غادي نوريكم. ضروري البنات نقول لكم غربلوه باش يجيكم زوين كران ديالكم، راه كيجي غزال وكيعجبهم الناس هنايا في وجده. اللي ما جاش لوجده وما كلاش كران راه كيوالو، عرفتي معروفه به الجهه الشرقيه. درك راني عند عكوسي وراني بغيت نشارك معكم هذا الفيديو، عرفتي فهاد الصاد وهاد الحراره. واخا الصاد راه كان المهم ينتكل مع بريده يدوز والله، وتا في البرد راه ينتكل. الله يجعل عطانا الرحمه ويبعد علينا هاد الامراض يا ربي. هانتوما نغربلو هاد الكران هكا مزيان، هانتوما نحيدو منو هذاك. غادي نوريكم شنو كيبقى باش تغربلوه، ماشي غتخلطوه ديروه البنات. هانتوما كيبقى هذاك القشور بحال القشيرات ديال الحمص. هاد الحمص كران البنات راه كيصلح حتى في الوصفات، راه صحي، راه كاين حتى في الوصفات ديال التجميل. شي نهار غادي نشارك معكم شي وصفات ديال التجميل ديالو. هانتوما كيبقاو هذوك القشور ديال الحمص، صافي ما غاديش نزيدوهم. دروك البنات عندنا هنا جوج معالق صغار ديال الملحه، غادي نديروهم هكا. وعندنا البنات هنايا كاس ديال الزيت عادي ديال المائده، انا كنأكد عليكم ما ديروش البلديه، عادي ديال المائده هكا. غادي نديرو هنايا جوج بيضات هكا، راه البيض ديالنا المهم راه مصحبين عليه في التلاجة وهذا راه مضيع ما والو، عاديين ولا بلديين ولا كيما كانوا ماشي مشكل. وعندنا هاد الدراب هذا، غادي نخلطو هكا ونزيدو الماء، نحل هاد القرعة نزيدو هكا الماء هكا. ونبقاو البنات راه كيهز هاد العبار اللي عطيتكم جوج يترو ديال الماء هاكا، ونضربو مزيان نخلطوه، حاولوا تخلطوه باش ما يتكور لكمش. هانتوما وغادي ندهنو هذاك المولى البنات، ناكد عليكم نوصيكم دهنوه شويه ديال الزيت وندخلوه للفران، نار ناقصه وشعلوا الفران من قبل باش يطلع لكم كران زوين وما يضيعش. هانتوما انا غادي نزيد نكمل التخلاط ديالو ونوريكم كي كيجي القوام ديالو. غادي تخلطو غير هكا بالدراب ديال اليد، ما كيحتاج لا مونينيكس ولا ضو ولا والو، ساهل وسهل التجربه واي واحد يديرو في دارو، راه كيعجب الوليدات. ومع هاد الصهد مع بريده في التالي غادي نوريكم الطريقه كيفاش كيجي مع بريده وتاكلوه بالصحه والراحه وطول العمر. وانتوما عرفتي مع الحمص ماشي تقولوا راه الماء كثير ولا، ما تخافوش منه راه كيشرب كيزيد مع الطحين ديال الكران ديال الحمص. ديروا جوج يطرو ديال الماء في نص يطرو في نص كيلو ديال الكران ديال الحمص. انا وريتكم المقادير، تبعوا الفيديو حتى للتالي باش ينجح معكم ويجيكم زوين. هذيك الملحه كيعطيه واحد المذاق، حتى الملحه راه هي هذاك العبار، اللي بغى ينقص الملحه وما كيبغيش الملحه ولا يحاول ينقص، ويجعل ربي يشافي الجميع.
هانتوما تحاولوا تقلعوا هذوك الحبيبات ما يبقاش كاع تيولي مالس البنات غير بالضراب ديال اليد. ونحاولوا ندخلوا داك جوج طرد هي جوج يطرو ديال الماء كامله، والماء غير عادي الماء غير بارد، الماء ديال الشراب ديالكم غير عادي. ها كانتوما كي كتشوفوا كينطلع هانتوما كتشوفوا البنات، هانتوما البنات دخلوا داك جوج يطرد الماء كامله ها هو كينطلق معكم، راه ما تخافوش منه باش ما تقولوش راه جاري. هانتوما كي كيجي القوام ديالو عرفتي كيجي على هاد الطريقه، غادي نوريكم راه كيجي كي الماء ولكن راه كيشرب الحمص. هانتوما غادي نوريكم هكا شوفوا كي كيجي، هانتوما سائل كيجي سائل هكا، ماشي تقولوا راه عرفتي غادي يبقى لنا جاري ولا، راه كيشرب ملي كيدخل الفران وهذا راه كيتجمع. وغادي ندهنوا البنات السني ديالنا، ها هو بقى لنا هنايا هكا السني شويه ديال الزيت، ها هو عندنا هنا الفانسو هكا ندهنوا مزيان هذاك الشويه غير داك الشويه ديال الزيت اللي بقى في الكاس راه اللي ضايع ما نضيعوش هكا صافي. وغادي نخويو هذا ديالنا في الاخر ونديروه في الفران الفوق حتى يتجمع ويشد راسو، وغادي نوريكم كيف كيجي وتابعوا معايا البنات. هاني غادي نخويه راه تخلط مزيان وتماسك، هانتوما كي كيجي القوام ديالو هانتوما كتشوفوا كتكبوا هكا ما تخافوش منه راه كيجي سائل. وراه قلت لكم واكدت عليكم جوج لترو ديال الماء نص لترو ديال الكران ها هو كيفاش كيجي. وغادي ندخلوه للفران غادي نشعله من قبل ونخليوه حتى كيتجمع البنات، وعاد تابعوا معايا عاد نهودوه لتحت. اللي عنده الفران ديال الضو او انا راه يريقل الفران ديالو على حسب، المهم انا عندي فوق الفران غير ديال البوطه ديال الغاز. دابا غادي ندخلوه للفران هكا هكا انتما كتشوفوا هانتوما كتشوفوا البنات هاني غادي ندخلو. شوفوا غادي ناكد لكم ونوصيكم شعلوا شويه الفران الفوق، راني شعلته من الفوق ولتحت كاين غادي يدير غير واحد القشره هكا الفوق باش يعطي واحد لاكوش، ونطفيو الفوق البنات ونخليو النار غير لتحت حتى كيتجمع مزيان، وعاد كنهودوه لتحت وتابعوا معايا غادي نوريكم كيفاش غادي يجي. دروك البنات انتما كتشوفوا هو دار داك لاكوش الفوق داك القشره، خليناه ربع ساعه فوق النار مشعوله. دابا غادي نطفيو عليه النار الفوق ونخليوه شويه ونهودوه لتحت يطيب مزيان وتابعوا معايا نص ساعه البنات، نخليوه نص ساعه ديال الطياب في الفران وتابعوا معايا حتى يطيب ونوريكم كيفاش جا كران ديالنا البنات. بعد ما طاب كران ديالنا البنات هانتوما كتشوفوا راني وريتكم كيفاش ديروا له، ضروري البنات مؤكد تخليوه الفوق وتخليوا النار مشعوله عليه باش كيعطي هاد لاكوش هذا، راه ماشي تقولوا محروق لا، راه كيعطي هاد الكوش هكا باش كيجي الكران ديالنا مقرمل وزوين وكيعطي واحد المذاق زوين. ودروك حنا رافقناه بارده ديالنا، ولكن البنات راني غادي ندير باش ما يجيش طويل الفيديو، درت لكم فيديو ديال بارده تبعوا حتى التالي، ودرت لكم فيديو ديال كران. ودروك البنات غادي نقول لكم شنو رافقوا، هنا عندنا السودانيه الحرور اللي بغى الحرور اللي على حسب الذوق ديالو، وعندنا الكمون والمليحه اللي بغى يزيد الملحه. دابا البنات غادي نقطع لكم كران ديالنا كيفاش جا، ها انتما شوف تبارك الله راه جاي بحال الفرماج ما شاء الله والله الا البنات راه يشهي، ونتمنى منكم تجربوه. هنايا عاوتاني حتى هنايا باش نحيدو هكا، ها انتما شوفوا كي جا داير، تقدروا تجربوها البنات بلا ما تبقاو تمشيو عاد المحلابات وهذا، ديروه في الدار دروك صحي. انتما شوفوا كي جاي داير تبارك الله بحال الفرماج، شوفوا تبارك الله كي جا داير ويستاهل التجربه. ونزيدوا البنات هكا الكمون شويه اللي بغى كمون ولا حرور هكا عاوتاني على حسب الذوق، ومليحه وبالصحه والراحه البنات. والى الفيديو مقبل ان شاء الله، ونتمنى منكم تجربوا كران وبريده ديالنا، راه كيجي في واحد المذاق كران وبريده وخا تصاد بريده راه كتبرد على عباد الله والله الا كتجي غزاله تبارك الله. وشكرا لكم بزاف، الى اللقاء الى فيديو مقبل ان شاء الله.